اتفضل يا زين. اتفضل. اول حاجه الحكم بكره بتاع قضيه حل اتحاد الكوره شايفه ازاي؟ القضيه مش هتعدي المرافعه تاني، ان حضرتك لسه ما في طلب للرد هيتنظر في 12، فتاني بتتعد المرافعه الحين، تاجل الحين الفصل في طلب الرد. فالدنيا متجهه ناحيه التاجيل بكره تتوقع كده؟ تقريبا. طيب دي حاجه. حاجه تانية، موضوع يعني تنظيمنا امم افريقيا، هل فعلا في فرص مصر بتتضاءل لان الملف مش كامل، ما خدناش الموافقات الامنيه، ما خدناش؟ لا 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 لا، مفيش حاجه. بص حضرتك، هي الموضوع كله انك انت كان على هامش ترشيحات 19 21 في الاجتماع الاخير، انك تقدم طلب يبعتوا الانديه كل الاتحادات كلها لنقل الرغبه، فانا فيها الرغبه. لما بيقع عليك الاختيار بينطلب منك الملف، احنا ما نطلبش منها الملف اصلا. فهمت قصدي؟ احنا قدمنا الرغبه لكن ما احناش مش انا مش عارف ايه تطورات الموضوع اللي احنا مترشحين. انا مش عارف الاشاعه دي جت فين، احنا ما انطلبش مننا اصلا الملف، وان اللي اتقال لنا لما كنا هناك في الاتحاد الافريقي لما بعتنا الجواب ان الموضوع فرصه قليله، ان في حاله عدم ليبيا الاستضافه وقدرتها على استضافه البطوله هتبقى الجزائر هي اللي مترشحه. الامور واضحه يعني، الامور ما فيهاش مشكله يعني، مش فكره ان احنا ملفنا مش ما قدمناش ملف اصلا. يعني ما احنا ملف، لما بيجي لما بتترشح يطلب منك الملف. لكن انت ما تقدمش الملف اصلا. طب هو ما تقدمش ليه اذا كان قبل كده؟ ما تقربش منك، ما انت مش انت حضرتك هو دلوقتي انت مش انت النهارده زي ما اتبعت لك، اتبعت لكل الدول الموجوده في تونس وليبيا والجزائر، الدور على الجزائر. تمام؟ فالجزائر هنا لو في حاله حضر استضافه ليبيا زي ما هم ماشيين، الجزائر هي اللي هترشح. هي مرشحه. لو مش انت بيتاخد منك في حاله رفض الجزائر او عدم انتماء الجزائر، تبقى انت مجاهد، لكن انت مش انت اللي عليك الدور يعني. مش انت اللي عليك بعد المغرب ليبيا الجزائر. طب هل احنا جاهزين لو افترضنا ان الجزائر هتبقى باي، احنا احنا قدينا الموافقه اصلا، احنا استطلعنا راي الوزاره لما جالنا الجواب قبل ما نبعته نروح سان باولو في شهر 6، وبعتنا ان احنا ما عندناش مانع من صديق 2017 طبعا. طب هل طب هل جاهزيتنا دي مش تتضمن ان احنا برضو لازم نرجع الجمهور حق محمود من دلوقتي، لازم نعمل بروفات زي ما بيقولوا بقى السنتين الجايين دول لعوده الجماهير والكلام دوت؟ احنا لسه البروفات واضحه والله. ماتش تونس كان بروفه ممتازه جدا، الماتشات الخاصه يعني عندنا ماتش تونس كان على اعلى مستوى، رغم هزيمه الفريق والاداء السيء اللي كان موجود المنتخب، ما حصلش مشكله واحده من الجماهير ولا اي شيء. جمهور مصر غير جماهير الانديه يعني، جماهير مصر ما دي بطوله مصر، دي مصر لما تبقى مصر موجود زي ما بقول حاجه ثانيه، بطوله افريقيا دي مصر ما هياش انديه. فانا شايف ان احنا ما عندناش اي معوقات تعوق طول الملاعب الجديده اللي تم اتخاذها. حضرتك شايف النهارده استادات جديده بتظهر لاول مره في عيد النهارده، اسبوعين عدوا من الدوري، شفت استادين جداد، شفت الفيوم على اعلى مستوى، شفت دمنهور على اعلى مستوى، في بنيه تحتيه اشتغلت الثلاث سنين دول في اكثر من 7-8 استاد على اعلى مستوى تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه، مجهود ممتاز ده رئيس الوزاره والاداره الباشمهندس خالد والدكتور مصطفى عزام والناس عامل شغل رائع. لسه في استادات كمان فجأت موجوده 6-7 استادات بتتطور، تخلص الموسم ده تخش الخدمه. احنا ما عندناش مشكله في البنيه الاساسيه خالص دلوقتي، سواء ملاعب تدريب او استادات. طيب خليني انتقل لقضيه اخرى، وهي قضيه بلديه المحله وغزل المحله. يعني وديتوا بلديه المحله مع مجموعه بحري الاسكندريه رفضوا، ورجعتوهم تاني لغزل المحله. امن الغربيه النهارده بيقول لك لا في حساسيه، ايه الموضوع؟ ما طول عمر البلديه بيلعب مع الغزل، ايه الازمه يعني؟ والله طول عمر البلديه لما بتنزل مع الغزل بالدرجه الثانيه بالذات تحديدا، دي بتروح مجموعه دي بتروح مجموعه. فاحنا لما حصل الموضوع ده واستطلعنا راي طنطا، وهي طنطا حسب التوزيع الجغرافي ما لهاش رغبه، والبلديه ربط لها المجموعه السادسه، الناس بقى علقوا شماعات وقاموا جامله وقالوا يا عم هي مش هتطلع من دور واحد، لسه دول ثلاث فرق وثلاث فرق. المهم لما طنطا بعد الجواب انها لها رغبه انها ترجع تلعب حسب التوزيع الجغرافي مكان دمنهور، فوديها طنطا. يوم الخميس عندنا ديربي، ماتشات طبعا تقيله في النهارده، البلديه وطنط والمحله والغزل، ثلاث فرق في مدينه واحده. مدينه واحده بيلعبوا في وقت واحد. طبعا يعني الاسبوع اللي فات كان ارهاق للامن يعني. فالامن ضغط على الامن، فالامن يعني، لكن ان شاء الله يوم الخميس عندنا ديربي خالد والبلديه، ان شاء الله يتلعب مفيش اي مشكله. يعني
يعني ما فيش مشكله بلديه هتستمر معانا معانا يعني مدير امن على اعلى مستوى سيد اللواء سامي الدير، يعني راجل اقرب من اقوى الشخصيات الموجوده في الوزاره وراجل يعني من افضلهم. ف ومعمودين حاليا الموضوع مع المحافظ ان شاء الله المباراه هتقام يوم الخميس على استاد غزل المحله بدون جمهور ان شاء الله. طب خليني استاذنك في حاجه، انت وانت بتتكلم قلت حاجه دي معلومه كانت غريبه بالنسبه لي او جديده بالنسبه لي، ان طول عمري لما الغزل بينزل مع البلديه او الاثنين بيبقوا مع بعض في دوري الدرجه الثانيه ده بيبقى في مجموعه ده بيبقى في مجموعه، هو ده مش غلط اصلا؟ نعم ده مش يعني ده مظبوط، ده كلام صحيح يعني؟ ده كلام ده كان ساعتها الجمهور موجود كان صعب جدا، والملاعب البلديه غير مؤهله كان ساعتها ما كانش فيه استادات، فكان صعب جدا للبلديه والغزل اللي عنده القسم الثاني، فكان دي بتروح مجموعه، هو كان دايما حتى يخيروا الاضعف اللي هو البلديه كبير الغزل يختار اللي هو عايزه، واحنا نروح المجموعه. انا لعبت في مجموعه القاهره وانا رئيس نادي اربع سنين، وطلعت في مجموعه القاهره ما طلعتش في مجموعه اسكندريه، لان بتبقى صعب امنيا فعلا. لان سهل الموضوع دلوقتي وائل موضوع عدم وجود الجمهور، لكن وجود الجمهور فعلا مشكله. ايوه صح صح. طيب كابتن محمود الشامي او الحاج محمود الشامي، هل فعلا عندكم اخر حاجه معلش، هل عندكم اهدار مال عام فعلا بسبب الموضوع بتاع مباراه الجامايكا وتشيلي؟ مفيش اهدار مال عام ان شاء الله، فلوس موجوده كل سنه، فلوس موجوده مفيش اي مشكله؟ مفيش مشكله يا حبيبي. طب اخر حاجه بره بالمره برضو كده، لو حصل بكره عدم تاجيل زي ما انت متوقع وحصل حل اتحاد الكوره، هتلجاوا للفيفا ولا هتسلموا امركم؟ لسه الشكاوي بيقول في التنفيذ، بس لو مش هيحصل، بس لو حصل بعد في بعد شهر او شهرين الشكاوي الاول بيقول في التنفيذ، لسه وقت يعني عايشين لسه شويه باذن الله. ربنا يديكم الصحه. الله يخليك. شكرا حبيبي.